بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سوف تقسم لي تقلي صوة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أيها الأحباب، نرحب بكم من جديد في سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، في كتاب العربية بين يديك، كتاب الأول. فدرسنا اليوم في صفحة 16، في الصفحة وصال صفحة 16. نعم، اليوم سنواصل في جزئية ثانية فهم المسموع. في الأسبوع الماضي كنا ندرس عن ثانيا فهم المسموع، ثم التدريب الأول استمع ثم ضع علامة الصحيح في المربع المناسب، ثم التدريب الثاني استمع ثم ضع علامة الصحيح في المربع المناسب. كنا نستمع إلى كلمة ثم إلى الجملة، واليوم إن شاء الله سنستمع إلى الحوار، إلى الحوار ثم ننظر الكلام أو الحديث عن أي صورة. سيكون عندنا أربع صور، هكذا والذي معه كتاب فليفتح على صفحة، هذه صفحة 16. نرى من سبحانه التدريب الثالث استمع ثم وعلامة علامة الصحيح
عفوا ثم ضاء. ثم ضع الرقم في المربع المناسب. نعم. التدريب يقول استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. الحوار الصورة ألف، هنا ألف ب جيم د. نمبر كيف بول كيف ألف كيف ب جيم ن د. التدريب الثالث لو حكيت باي استمع، ما معنى استمع؟ استمع جونة استمع ثم ضع الرقم نطبق جو سير خطنا لي الرقم الرقم لي في المربع المناسب نخلن برعب لأي سامسرا هنا مربع في صورة نبقى جميع روحيات كم تاي بساعة يمن آج كو روحيات ما نيدا آج نيدا آج نيدا آج نيدا آج نيدا آج نيدا آج روحيات دي الأليف هذه سورة باء هذه سورة جيم هذه سورة دال. نعم هذه ألف باء جيم دال. نعم الآن نستمع إلى المقطع الصوتي. نعم الرقم واحد يقول من أين أنت؟ أنا من سوريا. هل أنت سورية؟ نعم أنا سورية. إذن ننظر هذه الصور أربعة، ماذا أين يتحدث الصوت عن أي عن أي صورة؟ يجي متى سملي لك سندريا بن بن يجي أمبي روحي بوينا ألف با جيم أو دال أطمع. مثلا إذا قلنا أن الحوار يتحدث عن صورة ألف فنقول ألف رقم واحد، هذا مثال فقط. أتيها أتيها جيم سنابدل كينها كا سندريا كي يجي أمبي روحي ألف ني جاي يدعك لاي ألف نم برابع ألف ني أب ألف ني يدعك لاي بوي تاني كي أتيها دي xong mà ca chiều luôn thì tiếng Anh nhé. نعم هل أعيد مرة ثانية؟ المقطع يقول الصوت يقول واحد من أين أنت؟ أنا. نعم انظر الصورة، انظروا إلى الصورة والكلمة أو الحوار يقول من أين أنت؟ أنا من سوريا. هل أنت سورية؟ نعم أنا سورية. إذن أي صورة يتحدث عنها الصوت؟ ألف با جيم أو دال؟ نعم هل من مشاركة؟ من يأتورون من يأتورون شلاي يمكن أن تهلوا في مونة في جملة. من أين أنت؟ أنا من سوريا. هل أنت سورية؟ نعم أنا سورية. نعم أريد مشاركة، إلى الآن لم تأتي المشاركة. نعم ما شاء الله. الجواب دال. دال إذن دال نكتب رقم كم؟ رقم واحد. نعم أحسنتم شكرا. إذن أعيد مرة ثانية، رقم واحد يقول من أين أنت؟ أنا من سوريا. هل أنت سورية؟ نعم أنا سورية. كاسان تنية جنعك بقرأي باندي
តើអ្នកនិយាយទៅកាន់ស្ត្រីតើអ្នកមកពីណាគាត់ថាខ្ញុំមកពីប្រទេសស៊ីរីហើយគាត់បានសួរទៀតថាតើអ្នកជាជនជាតិស៊ីរីឬចម្លើយណាមអាណាសូរីយ៉ាទុនចាគាត់ជាស្ត្រីចឹងគាត់ឆ្លើយថាចាខ្ញុំគឺជាជនជាតិស៊ីរី نعم اثنان يقول السلام عليكم وعليكم السلام اسمي ماذا؟ اسمي محمد ما اسمك؟ اسمي علي. إذن رقم اثنان يقول السلام عليكم وعليكم السلام اسمي محمد ما اسمك؟ ثم الجواب اسمي علي. ننظر أيضا إلى الصور إلى الصورة أربعة. هذه خلاص أخذنا هذا رقم واحد، بقي ثلاثة صور، هذه صورة وهذه صورة وهذه صورة. إذن الصوت يقول السلام عليكم وعليكم السلام اسمي محمد ما اسمك؟ اسمي علي. إذن الصوت يتحدث، أول الحوار يتحدث عن أي صورة، ما الصورة التي يناسب مع الحوار الذي نسمعها أو الذي سمعناه قبل قليل. رقم اثنان. أعيد مرة ثانية الحوار، يقول السلام عليكم وعليكم السلام اسمي محمد ما اسمك؟ اسمي علي. يعني ما قرأي صندلين بعد ذلك؟ نعم، هل نستطيع أن نترجم أو نفهم معنى الحوار؟ يعني ما قرأي جل كلمسان لكي صندلين ذلك؟ السلام عليكم وعليكم السلام اسمي محمد ما اسمك؟ اسمي علي. جنة السلام عليكم بيتي في سواكم نحن سسنا إسلام في كاسواكم تا يعني سو يوم أكاد سو بوسو رب الله جميعا سو برا سكري سو برا كسان دبير دالنا رب دالو هاي قط كسلام وينها وعليكم السلام كسان برا سكري سو برا كسان دبير كامي دال អ្នកផងដែរនេះគឺជាពាក្យស្វាគមន៍នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងចឹងទេជាការល្អសូមបើកចំចតតិចទាក់ទងនឹងខ្មាំងពីសុណ្ណាហ៍គឺយើងជួបគ្នាគួរតែឬក៏ត្រូវតែប្រើការស្វាគមន៍បែបនេះជាពិសេសអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមយើងត្រូវតែប្រើនេះជាសុណ្ណាហ៍ជាយើងប្រើពាក្យអីផ្សេងក្នុងការស្វាគមន៍ទេដែលមិនមែនជាសុណ្ណាហ៍តែមិនមែនជា اسمي محمد مريم اسمه محمد ما اسمك تعالوا اسمه وي هاي قد لايتها اسمي علي يوم اسمه علي. نعم الآن نواصل إلى رقم ثلاثة. نعم ثلاثة يقول كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. نعم الصوت يقول
ننظر إلى الصورة الآن. بقية صورتان ألف وباء، لأن الدال والجيم أخذنا. الصوت يقول كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. نعم، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. ألف أو باء؟ نعم. ما هي الصورة؟ نعم، إما ألف أو باء. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. نعم، ألف أو باء. فنقول نعم. إذا ثلاثة، رقم ثلاثة نكتب في باء. لماذا في باء؟ لأن الحديث يتحدث عن المذكر. بروتكا سنتني جيكينك سنتني جيكينا كان يجيكني روين براهن برا. كيف حالك؟ الحمد لله بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. بقيت الأخير نعم، بقيت صورة أخيرة والحوار يقول هذه أختي هي طالبة، أهلا وسهلا. هذه صديقتي هي طبيبة، أهلا وسهلا. إذن الصورة الأخيرة هي رقم أربعة. إذن أعيد الحوار مرة ثانية، أعيد الحوار مرة أخرى. هذه أختي هي طالبة، أهلا وسهلا. هذه صديقتي هي طبيبة، أهلا وسهلا. هذه أختي نيتشي أون سري ركا بون سري ربخيم كواتيوشي سر ركا نسر. أهلا وسهلا سوم سواكم. أهلا وسهلا. نعم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا معناه مر مرحبا. إذا أهلا وسهلا معناه مرحبا سوسواكم. وهذه صديقتي هي طبيبة نيتي بوما ركا مت ربخيم جي بيسري. هي طبيبة وات كوتشي نيكروبي ركا وات كوتشي لوكسري بيتيا مدد. ثم أهلا وسهلا ثم وات بوتيكس باكم تا أهلا وسهلا. إذا الصورة ألف با جيم دال، دال رقم واحد، ثم رقم اثنان جيم، ثم رقم ثلاثة باء، ورقم أربعة ألف. نعم، أعيد الحوار مرة ثانية. الرقم واحد يقول من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من سوريا. هل أنت سورية؟ نعم أنا سورية. هذا دال رقم واحد. اثنان السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي محمد. ما اسمك؟ اسمي علي. سلبي وكاسر دنيتها السلام عليكم. وعليكم السلام. يوم شموه محمد تا لو شموه هوي. يوم اسمي علي. يوم شموه علي. قلنا الجواب صورة جيم. أوكي جيم كي يسهل بي. ثم ثلاثة
ثلاثة الحوار يقول كيف حالك بخير والحمد لله وكيف حالك أنت بخير والحمد لله لك باي كان صدريت كيف حالك تاني أرقل لك شخص باي دي فتح بخير والحمد لله يوم شخص باي دي والحمد لله سوم أفضل بك والله تبجع أكبر تسوه طاوينها وكيف حالك أنت جهلو جهتا لوك سب سباي لاتي الجواب بخير والحمد لله يم سب سباي والحمد لله هذا ثلاثة وقلنا الجواب صورة ب ثم الحوار الأخير يقول هذه أختي هي طالبة هذه أختي هي طالبة ثم يقول أهلا وسهلا هذه صديقتي هي طبيبة أهلا وسهلا جمعنا كنا كاسم تنية تيبون ني هاي داري تبلاي ها روكين أليف هاي يمي ني كي بأون رك بأون رك بأون سري دوي كي مان جمعنا 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 باقي تلاما هاي كي أختن أختن جمعنا باقي مان بي بأون رك بأون سري đối với chúng tôi là a khốn a khốn nhưng ai bảo phải bàn pí bó rồi có ổn pro trong lúc nông về sản phẩm nhưng ai ai cũng còn chân ta về nay nhưng ai bảo phải thập ổn về nay nhưng bảo phải thập bóng tam tất thực hiện chặt đáy tam về vừa lý tam mà về nhẹ đầy dương thì dưới nó cứ trong thì dương thì ổn được thập bóng nhưng mơ tam nhẹ cái này chặt đáy nhưng bảo phải tam rằng đó là sản phẩm cứ cái ra để nuôi thế ổn từng هذه أختي جنب رسالة ما يجب أن تقول يجب أن تقول من أجل جنان تجيب يجب أن تقول بعض بعضها بعض جنب بعض أن يجب أن تقول من أجل كمين جنب أن تقول من أجل كمين جنب بعض بعضها أول رقاء بعض بعضها بعض هذه رسالة ما يجب أن تقول من أجل كمين جنب أن تقول من أجل كمين جنب بعض بعضها بعض جنب أسرائي تلو جنب أسرائي تلو جنب أسرائي نعم انتهينا من التدريب الثالث الآن سننتقل إلى التدريب الرابع التدريب الرابع ماذا يقول التدريب الرابع؟ التدريب الرابع استمع إلى السؤال استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب ثم ضع الرقم في المربع المناسب نعم التدريب الرابع يقول استمع استمع إلى ماذا؟ إلى السؤال ما معنى السؤال؟ استمع إلى السؤال جو نعس نعم استمع جو نعس نعم إلى السؤال ما معنى السؤال؟ سلوك جوني أسناب سنور ثم ضع الرقم طبعاً جوز السيلي في المربع المناسب في المربع المناسب نوم فرقاب ده صامسرا تجيب لين عندنا ألف با جيم دال ها واو ألف با خلي أكتب كبيراً صغيرا. كم صور؟ ستة.
جيم دال ها واو. نعم، التدريب يقول استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. نعم، نواصل التدريب الرابع. الآن نستمع إلى السؤال. نعم، واحد يقول واحد هل هذا طالب؟ التدريب الرابع. نعم، إذا التدريب الرابع. الآن ننظر إلى الصور. هنا الصور. التدريب يقول استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. جوني سلاب سلو بتوبوك جوني سسيلي نقنن فرابي سامسراب. واحد يقول هل هذا طالب؟ هل هذا طالب؟ هذا هو السؤال. إذن أين نكتب؟ ألف با جيم دال هاء أو واو؟ رقم واحد. واحد يقول هل هذا طالب؟ نعم، هل هذا طالب؟ أين نكتب؟ نعم، هل هذا طالب؟ نعم، ننظر إلى الصورة مرة أخرى. ألف با جيم دال هاء واو. واحد يقول هل هذا طالب؟ نعم، رأى الجواب رقم واحد هو با. نعم، هل هذا طالب؟ نعم، الصورة طالب. نعم، هل هذا طالب؟ اثنان. إذا
اثنان هل انت مصري؟ اثنان هل انت مصري؟ نعم. الف با خلاص اخذنا رقم واحد. جيم دال ها واو. هل انت مصري؟ نعم. اذن رقم اثنان اين؟ رقم اثنان في اعتقد انه واو هنا اثنان. تعال ياتي جون جيت زيترو هو رسام هناك كده من فانتي لا مصرو برتين زي ان شاء الله. هذا جواب. رقم ثاني ثلاثة. هل هذا تركي؟ ثلاثة. هل هذا تركي؟ ننظر الصورة. ألف جيم دال ها. نعم. هل هذا تركي؟ تاريخ جيشون جيب تركي ر. إذا ثلاثة أين نكتب؟ نعم انتهينا. هذا رقم اثنان. الآن نريد رقم ثلاثة. أين نكتب؟ جمعي واو كو لك بي جمع نو لك بي يسو سي نو سال روكيب أليف جيم دال نن ها سال روكيب بون تيت. أين نكتب إذا؟ هل هذا تركي؟ هل هذا تركي؟ تاني شيء تنجيب تركي ر. إذا رقم ثلاثة ها. رقم ثلاثة نواصل. أربعة. هل هذه طبيبة؟ الآن ننظر إلى الصور. بقي ألف جيم نندل. هل هذه طبيبة؟ انظر إلى الصور. هل هذه طبيبة؟ أية صور؟ أية صورة؟ ألف جيم دال. يمر به بناء ينصال ألف جيم نندل. نعم. إذا هل هذه طبيبة؟ هل هذه طبيبة؟ رقم أربعة أين نكتب؟ دال. هل هذه طبيبة؟ تاني شيء نأكل بيدر. نعم. إذا هل هذه طبيبة؟ تاني شيء نأكل بيدر. نعم. خمسة. خمسة من أين أنت؟ خمسة من أين أنت؟ بقيت ألف وجيم. من أين أنت؟ رقم خمسة. أربعة دال. نعم صحيح. أربعة دال. الآن خمسة. من أين أنت؟ خمسة ألف. خمسة. الأخير ستة. ستة. هل أنت باكستانية؟ أو باقي صورة. بقي صورة أخيرة. هل أنت باكستانية؟ هل أنت باكستانية؟ تعال نعمل رقاطة كنيا تنجير باكستان رو. نعم. إذن هنا رقم ستة. نعم. إذن واحد أين واحد؟
اثنان واو ثلاثة ها أربعة دال خمسة ألف وستة جيم. نعم. Dan ويعيد مرة ثانية ألف. سؤال رقم واحد يقول هل هذا طالب؟ هل هذا نعم نكتب هكذا هل هذا طالب؟ هذا طالب يما قرأت هذه بيت تانيه جي سبره طالب سبره أقول رقم واحد في باء اثنان هل أنت مصري؟ هذا واحد اثنان هل أنت مصري؟ مصري ما معنى مصري؟ تنجد إزيب هيترا هل أنت مصري؟ ثلاثة ما هي ثلاثة؟ هل هذا هل هذا تركي؟ هل هذا تركي؟ ما معنى هل هذا تركي؟ تاني تاني براهني يلعن بقى تاني قطية جنتية تكير ثم أربعة هي أربعة دال هل هذه هل هذه طبيبة طبيب هل هذه طبيبة جميل نقول يمكن هذين كلام طبي هل كابو كاسلو سكريسلو ده هل هاي نقول يفرام طبيبة طبي كام هذا نن هذه خمسة ما هي خمسة طبي فرام من أين أنت من أين أنت من أين أنت يسوع تكن برا أنت تو سمرا برا ميا أكيد فرعي جمعين برا من أين أنت يعني أي سوء في برتين يجتمع تحت قوات ما في برتين ឬក៏ក្នុងករណីដែលយើងនៅក្នុងប្រទេសជាមួយឬទីហោះនៅក្នុងកម្ពុជាយើងអាចសួរថាមានអីណាអន្តរយើងចង់ដឹងថាគាត់មកពីខេត្តណាឬក៏មកពីភូមិណាក៏បានឬក៏ឲ្យកាន់តែជិតជាងទៀតយើងមិត្តភក្តិយើងនៅស្គាល់គ្នាយើងដឹងថាគាត់ជាអ្នកនៅណាហើយក៏មិនតែយើងឃើញដំណើរគាត់ឬក៏ការចូលមកបកគាត់នេះយើងអាចសួរថាគាត់កំពុងតែមកពីណាដំណើរគាត់ឃ្លៀងៗនៅពេលនេះគាត់អាចថាគាត់មកពីផ្សារគាត់មកពីអីចឹង chứ ai xua tí thì cái lấy để quạt in chơi mà chứ những ai xua bạn đi có bạn bên chăm tha bên ai là anh ta thì xua đây xem rạp tê hay có xem rạp khai tế những ai xua xem khai mấy trong đăng tin cái lấy để quạt móc vì nã cứ những ai xua bạn đôi khi chứ bên ai là anh ta xem rạp bỏ hai bỏ sợi tay bên ai là anh tì xem rạp sợi tay nào rقم ستة الأخير هل أنت يبجمع جلامته هل أنت باكستانية هل أنت باكستانية تعال نعلم ركوتا كينيا كيشنجيت باكستان
نعم هل أنت باكستانية؟ تنتهي سنوات على من كنا مسلمين رهيب. هذه الأسئلة التي استمعنا إلى المقطع الصوت، فهذه هي الأسئلة التي تنتهي سنوات وأرقامها هكذا. فواحد واو اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. الحمد لله. نعم، إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسنا في هذا اليوم. إن شاء الله غدا سندرس الدرس السابع في صفحة 17 بإذن الله تعالى. مريم بوجي ثاني بين بني هاي تنسى إن شاء الله ينجو مريم بوجي مريم تي برمتي داتم بوتي داب برمتي دفني هاي أميك ميك سنلاي كده ينجو رين في الكلام. إن شاء الله سنتحدث أو سندرس عن مهارة أخرى جميعي بسي متكل مهارة الكلام جميعي لكا هجي فنجل رين حب حب نجي حبت الليل لجيه إن شاء الله. إلى لقاء القادم. فاليوم ننتهي بهذا القدر أو نكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى. وندعو دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.